الحليب اللي عم تشربوه بلبنان منه حليب للأسف. من وقت ما بلشت الأزمة عنا بلبنان ونزلوا المنتوجات اللي بيسموهم مستحضر غذائي، وكثير من اللبنانيين عم بيستخدمون لأنه أرخص بكتير من المنتج اللي كانوا معودين عليه. فنحن كناس عم نستخدم هاي المنتجات لازم كتير ننتبه شو لازم نشتري من السوبر ماركت. لأنه معظم هاي المنتجات مصنعين من زيوت نباتية مهدرجة، وهودي الزيوت عندهم تأثير سلبي جدا على صحة الإنسان من ناحية صحة القلب وزيادة الوزن، وهودي منتجات محرمين إجمالا ويفوتوا على الأسواق الأوروبية. فنحن كأشخاص شو لازم ننتبه؟ لما نشتري حليب بودرة لازم ننتبه إنه الكيس يكون مكتوب عليه حليب بودرة 100%. لما يكون مكتوب عليه خليط أو مستحضر غذائي مخلوط حليب وزيت نباتي أكيد ما لازم نشتري هذا المنتج. لما نروح نشتري جبنة لازم ننتبه، لازم يكون مكتوب عليها شو نوعية الجبنة تتكون جبنة مظبوطة. إذا مكتوب عليها بيتزا توبينج أو بيتزا توبينج خليط مع زيت نباتي أكيد ما لازم نشتري هذا المنتج.